الترجي ايه بقى؟ طيب الترجي ايه واحنا عندنا ماتشين يعني طب. في ناس كمان يعني ايه الى حد ما قلقت بعد صعود الترجي برضو انت عارف الترجي فرقه تقيله وليها تاريخ وكالعاده برضو دايما فرق شمال افريقيا لما بيجوا مع الاهلي بصفه خاصه بتحس ان لا بيبقى فيه موقعه كرويه مش مجرد مباراه عاديه رؤيتك ايه الماتشين الترجي؟ هو طبعا انا كنت بصراحه كنت اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا نلاعب شباب الوزداد بس يعني شباب الوزداد ما قدروش ان هم يحافظوا على التقدم بتاعهم امبارح والترجي قدر طبعا في بن رمضان في الدقيقه 86 جاب هدف بصراحه اكثر من رائع وتوفقوا ربنا يوفقهم في ركلات الترجيح. ماتش الترجي طبعا اكيد احنا ما بنخافش من حد ونلعب اي حد في اي مكان. ليه بقول بس كنت افضل نلعب شاب الوزداد عشان الضغط العصبي يبقى اقل. الاهلي والترجي دايما بيبقى فيه شويه عصبيه وشويه حسابات اخرى بعيده عن الامور الفنيه طبعا. بس ان شاء الله احنا طبعا مباراه الذهاب هتبقى في تونس ودي نقطه برضو كويسه ان احنا نلعب الاياب في القاهره ان هم استفادوا من الحته دي بصراحه في نهائي 2017 لما كان الذهاب عندنا في مصر هم قدروا يستغلوه بشكل كويس في الاياب وانا اعتقد باذن الله الجهاز الفني يخلص بس من المهمه بتاعه نهضه بركان في قطر وعندنا ماتش كاس قدام انبي وعندنا مباراه في الدوري قدام أسوان قبل ما نلاعب إن شاء الله الترجي في تونس ماتشز.